أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح تفسير الجلالين، الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي رضي الله تعالى عنهما. قد وقفنا عند سورة آل عمران. قال الجلال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران مدنية، وآياتها 200، وآياتها 200. قوله ألف لام ميم: الله أعلم بمراده ذلك. وقد سار الشيخ جلال الدين السيوطي في يعني تفويض معنى الحروف المقطعة في أوائل السور على مذهب السلف الصالح في المتشابه، يقولون الله أعلم بمراده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، نزل عليك يا محمد الكتاب، الكتاب ملتبسا بالحق بالصدق في أخباره، يعني أن هذا الكتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا للحق وملتبسا به لا يفارقه، مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما قبله من الكتب. وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة، طبعا أنزل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، والإنجيل على سيدنا عيسى من قبل تنزيل القرآن الكريم. هذه معنى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني طبعا كل كتب المولى تبارك وتعالى التي أنزلها على رسله كلها يعني ممزوجة بالحق ملتبسة به دائما، لأن الله تعالى يقول: وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم، قوله الحق وله الملك سبحانه وتعالى. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هدى حال بمعنى هادينا من الضلالة أو هاديين من الضلالة، يعني التوراة
والإنجيل للناس، أي ممن تبعهما، وعبر فيهما بأنزل، وفي القرآن نزل المقتضي للتكرير، لأنهما أنزلا دفعة أو دفعة واحدة بخلافه. يعني القرآن كان ينزل منجما بحسب الوقائع، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال ونزلناه تنزيلا، يعني نزل شيئا بعد شيء، فالتضعيف دليل التدرج، دليل التدرج. لكن أنزل وأنزل التوراة والإنجيل أي مرة واحدة، بخلاف القرآن فكان ينزل بالتدرج. ده الفرق بين نزل وأنزل. أنزل جملة واحدة، ونزل يفيد التنجيم، يفيد التنجيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، سبحانه وتعالى. دفعة واحدة، والتوراة نزلت على سيدنا موسى دفعة واحدة، مرة واحدة، مرة واحدة. طبعا، ما هو العقل القوي يحفظه بسرعة، يحفظه بسرعة. فالأنبياء دائما عقولهم أعلى العقول، أعلى العقول، لأن الله تعالى هو الذي يجمعه في صدره. مش القرآن قال كده؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على سبق سيدنا جبريل بالقراءة، خوفا من أن يتفلت القرآن من صدره، فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تقرأ مع جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن علينا جمعه في صدرك وقراءته عليك، فإذا قرأناه أي بواسطة جبريل فاتبع قرآنه، يعني اقرأ بعده. يبقى الذي يجمع القرآن في قلوب الأنبياء هو الله سبحانه وتعالى. وعبر فيها بأنزل، وفي القرآن بنزل المقتضي للتكرير، لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه، أي بخلاف القرآن. وقيل لا فرق بين أنزل ونزل، يعني هما بمعنى واحد. لأن الهمس والتضعيف أخوان، يقال نزل ونزل وأنزل، كله بمعنى واحد، يفيد أن الإنزال من الله تعالى. ثم قال وأنزل الفرقان، بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. قال وذكره بعد الثلاثة ليعم ما عداها. كلمة وأنزل الفرقان يعني أنزل وحيا على الأنبياء جميعا والمرسلين، وحيا يفرق بين الحق والباطل. فكل كتب الله وصحف الله التي نزلت تفرق بين الحق والباطل. مش قال صحف إبراهيم وموسى، يبقى في صحف، وفيه وآتينا داود زبورا أيضا كتاب من الله،
فكل الكتب النازلة من عند الله يقال لها الفرقان، لأنه يقول إيه؟ نزل عليك الكتاب بالحق، وأنزل التوراة والإنجيل، وبعدين قال وأنزل الفرقان، معناها أن كل ما أنزله الله من التوراة والإنجيل والقرآن وغيره وغير هذه الكتب برضو فرقان. هو بيقول إيه؟ وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. طيب، وذكره بعد ذكر الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن ليعم ما عداه، ليعم ما عداه، يعني من صحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى والزبور وصحف شيس عليه السلام، دي صحف برضه أنزلت على سيدنا شيس اللي هو بعد سيدنا نوح. ثم قال إن الذين كفروا بآيات الله، يعني القرآن وغير القرآن، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لهم عذاب شديد لكفرهم بآيات الله، كالرجل الذي كان يسأل في الأزهر، كان يقول يعني واحد يعني خلف بنت واحدة وله أولاد، يعني أخ أولادي أولاد أخ، يقول أنا أريد دليلا على أن البنت تأخذ النصف وأولاد الأخ يأخذون الباقي، أريد دليلا مقنعا. قال له هذا في القرآن، القرآن قال لي وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني واحدة مفردة ليس معها ذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إلى أن قال وإن كانت واحدة فلها النصف. قال لا، أنا أريد دليلا يعني واضحا أوضح من هذا. لا يوجد، طبعا لا يوجد أوضح من كلام الله، يعني ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. واضح، يعني ماذا تريد؟ تريد أن تؤتي البنت مثلا أقل من النصف، أو تريد أن أنها تأخذ المال كله وأولاد أخيها ولا أعمامها لا يأخذون شيئا؟ سبحان الله. الملاحدة جرأوا الناس يعني على التطاول على القرآن، الملاحدة يعني يتعاملون مع القرآن على أنه نص بشري وليس كتابا مقدسا بوحي من الله، هذا التطاول يدل على هذا. ولذلك أحيانا يصفون مثلا الحدود الشرعية بأنها يعني أمور وحشية، يعني يتهمون الله تعالى بأنه يعني يعامل الناس بشدة وعدم رحمة، مع أنه سمى نفسه إيه؟ الرحمن الرحيم، وأنه خير الراحمين، وأنه خير أرحم، وأنه أرحم الراحمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، ولا مع ذلك شوفهم يصفونه بصفات كفر والعياذ بالله. ولذلك القرآن قال إيه؟ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. العزيز أي الغالب على أمره، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده. العزيز معنى الغالب. ذو انتقام أي ذو عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد.
زي ما قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه، كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا معنى والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء، أي شيء كائن في الأرض ولا في السماء، لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي. وخصهما بالذكر اللي هما الأرض والسماء يعني لأن الحس لا يتجاوزهما. يعني إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليه؟ لأن هذا هو الذي نراه، نرى ما على وجه الأرض ونرى السماء فوقنا، ولكن لا نرى ما فوقها من إيه؟ من سماوات، وما فوقها من ملائكة تسكن السماء الدنيا الأولى، لأنه في سكان. مش قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يعني الملائكة الموكلين بهذا. ها؟ لو سلط الله الملائكة على من في الأرض لخسفوا بهم الأرض. يعني الأمم السابقة الكافرة، القرآن قال: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، يعني ريحا حصباء شديدة، منهم من أرسلنا عليه حصبا ومنهم من أخذته الصيحة. الصيحة دي إيه؟ يصيح فيهم سيدنا جبريل بصوته فيموتون في ديارهم جاسمين، يموتون من شدة صوت الملك اللي هي الصيحة دي. يعني انت ساعة تصيح تقول مثلا صوت عالي، اهو الملك لما يقول يموت بلد. ما ادي معنى الايه؟ الصيحة. الصيحة هي الصوت العالي الشديد. شوف الملك يقتل بصيحته. فما بالك عاد لو ضرب. يعني قرى قوم لوط، خمس قرى، قرى سدوم اللي هي المؤتفكة، والمؤتفكة أهون القرى. المؤتفكة يعني التي اتفقت على الإثم، التي اتفقت على الإفك. مؤتفكة الإفك اللي هو الإثم. رفعها على ريشة من جناح، وله 600 جناح، كل جناح سد الأفق، أي المشرق أو المغرب. انظر، حتى سمع سكان السماء الدنيا صياح الديك ثم قلبها. انظر إلى قوة الملك وشدة انتقام المولى سبحانه وتعالى. وأدي معنى وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهم، يعني علم الإنسان وإحساسه لا يتجاوز الأرض ولا السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. يعني داخل الرحم كما قال القرآن: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، في ظلمات ثلاث. اللي بالك، ظلمة البطن اللي هي طبقة البطن، داخل البطن الرحم اللي هو بيت الأولاد، البيت الذي يتكون فيه الولد
داخل الرحم المشيمة، وهي الكيس الذي يكون فيه الجنين وينزل مع المولود، يقال لها المشيمة. المشيمة اللي هي ايه؟ المكان الذي يكون فيه الولد داخل الرحم. يبقى الظلمات الثلاث: ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة. في هذه الظلمات ربي صورها سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم. التصوير يعني على حسب الإرادة الأزلية، أنت طويل، أنت قصير، أنت أبيض، أنت أسود. صور العينين، الأنف، الأذنين، الفم، الرقبة، الكتفين، اليدين، البطن، الساقين، الرجلين. من الذي صور؟ الله. في ظلمات ثلاث: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد كده يخلق العظام ويكسو العظام لحما، تخرج أنت تجري في الدنيا. ألم نخلقكم من ماء مهين، نطفة لا تلفت النظر، فجعلناه في قرار مكين، داخل المشيمة، داخل الرحم، داخل البطن، قرار مكين. يعني ايه؟ عشان حتى تصل الى الولد عايز تفتح 3 بوابات: بوابة المشيمة، بوابة الرحم، بوابة البطن. تروح فين؟ كيف تصل؟ قرار مكين. سبحان الذي صور وسبحان الذي خلق. هي. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. واحد يقول إيه؟ طب إن الله تعالى قال إن الله عنده علم الساعة، اللي هي 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله، في حديث البخاري ومسلم. ثم تلا قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قالوا إيه؟ السونار الآن يعلم ما في الرحم، ذكر أم أنثى؟ حينما يضع الكشاف يرى، طيب هو رأى أنه ذكر أو أنثى، لكن علم أنه شقي أو سعيد؟ لا. أبيض أو أسود؟ لا. فقير أم غني؟ لا. يعيش أو يموت قبل أن ينزل؟ لا. سمين أو رفيع؟ لا. عالم أو جاهل؟ لا. يبقى عرف شيئا من أشياء كثيرة. هذه كلمة ويعلم ما في الأرحام، ما يعني كل ما في الرحم الولد، كل ما يتصل بهذا الولد. لكن السونار عرف أنه ذكر أنثى، وأحيانا يخطئ
يقول ذكر يولد أنثى، يقول أنثى ويولد ذكر. سبحان الله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. ولذلك فسرها إيه؟ من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك من الأمثلة التي إيه؟ ذكرناها. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز في ملكه وملكه، يعني الغالب، العزيز بمعنى الغالب في ملكه، لا يغلبه أحد. العزيز الحكيم يعني في صنعه الذي يضع الشيء في موضعه. الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. ولذلك فرعون لما سأل سيدنا موسى عليه السلام وهارون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني أعطى كل مخلوق ما يناسبه. الأسد يأكل الحب؟ لا. العصفور يأكل اللحم؟ لا. يبقى أعطى كل مخلوق ما يناسبه. الأسد وسط العصافير يأكل اللحم، والعصافير لا تستطيع أن تأكل مع الأسد لحما. الأسد جوعان وحوله العصافير تأكل الحب، هل يستطيع أن يأكل حبا معهم؟ لا. أيوه، يبقى هذا معنى إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، أعطى كل شيء ما خلق له ثم هداه إليه. أي بقرة، أي جاموسة، أي ماعز، أي شاه، نعجة تلد، هل تستطيع المولودة دي أن تأكل مع أمها يعني حشيشا أو حبا؟ لا، وإنما تراها إيه؟ تذهب إلى الثدي تشرب منه لبنا. انظر إلى الهداية، هداها الله لأن تشرب من الثديين. هل تذهب إلى مؤخر عند الرجلين ولا تذهب إلى اليدين؟ تذهب إلى الثديين. يعني ألهمها الله الشاه الصغير أو الجدي الصغير أو العجل الصغير أن يذهب إلى ما بين رجلي أمه ويشرب. أمه لا تمسكه كما تمسك الطفل وترضعه، لا، يهدى وحده. عرفت معنى الآية؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جاء يمشي إلى الثديين يشرب، يشبع ينام، يجوع يقوم يشرب ثم ينام. أمه لا تعرف عنه شيئا، يتقف، بس تقف تنتظر حتى يشرب ويشبع، تقف لهم. لو جاء ابن غريب ليس ابنها تطرده، لأنها تعرف رائحته، تعرفه برائحته أنه ابنها. سبحان الله. أيوه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذه آية من آيات الله يعرف بها المولى سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن
قال لعباد الأصنام: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ تذكروا. هو الصنم لا يزال واقفا ولو 1000 سنة لا يتحرك، هل يستطيع أن يخلق شيئا؟ هو مخلوق، هو نفسه، أي هو مخلوق وخلقه الإنسان بيده، صنم لا يستطيع شيئا. لكن الله، هل من خالق غير الله؟ لا، لا، ليس هناك خالق سوى الله سبحانه. ولذلك قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز أي الغالب في ملكه، الحكيم في صنعه سبحانه وتعالى. وكأنه يرد على النصارى حينما يقولون إن عيسى هو الله. طب ربنا بيخلق في الأرحام كيف يشاء ويصور، هل يستطيع سيدنا عيسى عليه السلام أن يخلق في الأرحام كيف يشاء أو أن يصور؟ لا، هو خلق في الرحم، هو نفسه خلق في الرحم، كما خلق سيدنا آدم من غير أب ولا أم ولا رحم، والسيدة حواء خلقت من ضلع آدم، يعني لم تكن في البطن أصلا، خلقت من ضلع آدم. لو كان إله يبقى سيدنا آدم أولى، لأنه لم يولد. وإنما كما قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلاص، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واحد، لا فرق عنده بين أن يخلق من أب وأم أو بلا أب ولا أم أو من أب فقط أو من أم فقط، يبقى قسمة رباعية للدلالة على إيه؟ طلاقة القدرة، يعني القدرة غير مقيدة بتقييد. إن الله أراد، إذا أراد نسمة كانت، النسمة أي الذكر أو الأنثى، تطلق على الذكر والأنثى. الحديث: إن الله إذا أراد نسمة كانت، يعني إذا أراد أن يخلق مخلوقا كان، ولو كان الماء على رأس جبل، لو كانت النطفة على رأس جبل وأراد الله منها إنسانا لكان سبحانه وتعالى. قوم صالح لما قالوا: نريد من هذه الصخرة ناقة نشرب منها لبنا كلنا في الحال، جعل لهم الصخرة ناقة يشربون لبنها يوما وتشرب هي الماء يوما، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، تشرب هي الماء يوما ويشربون هم اللبن يوما، قسمة عادلة. وهي من صخرة لم تولد لا من جمل ولا من ناقة، وإنما أوجدت من صخرة. هذه القدرة، طلاقة القدرة، ليس يعني ضرورة أن يكون من ذكر وأنثى، لا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي هين عليه سبحانه.
هو الذي أنزل عليك الكتاب. الكتاب بمعنى المكتوب، الكتاب بمعنى إيه؟ المكتوب. منه آيات محكمات اللي هو القرآن. يبقى هنا ال للإيه؟ للعهد. ال للعهد، نعم، وليس للجنس، لأن دي خاصة بالقرآن، المتشابهات في القرآن، لكن التوراة والإنجيل ليس فيها آيات متشابهة، إنما هي مواعظ وحكم، مواعظ وحكم، لكن القرآن هو الذي فيه هذه الخاصية، هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات، يعني واضحة الدلالة، واضحة الدلالة في إيه؟ في المعنى المراد منها، اكتبها عندك. محكمات يعني واضحة الدلالة في المعنى المراد منها، افعل ولا تفعل، لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل. لما تقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، تحتاج إلى تفسير؟ واضح؟ محكمة، يعني لا تحتملوا شيئا آخر. اركعوا واسجدوا يعني صلوا، بس عبر بالجزء وأراد الكل. واعبدوا ربكم، تعبدوا له يعني بالأمر والنهي. وافعلوا الخير يعني ولا تفعلوا الشر، اللي قابل الخير الشر، الشر ضد الخير، يبقى كل خير افعله. زي في أصول الفقه تدخل في ايه؟ في الاستحسان، كل ما حسن، والمصالح المرسلة، أي حاجة فيها مصلحة، إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، بس مصلحة يعني واضحة راجحة ليس فيها إشكال، يبقى يدخل فيها الاستحسان والمصالح المرسلة. دي اسمها الآيات المحكمة يعمل بها. هن أم الكتاب، أم الكتاب، الأم بمعنى الأصل، أم الكتاب يعني هم أصل الكتاب، لأن الكتاب نزل ليعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هن أم الكتاب يعني أصله المعتمد عليه في الأحكام، وأخر آيات أخر متشابهات. وأخر متشابهات لا تفهم معانيها كأوائل السور، كأوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ياسين، طه مثلا، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، وهكذا. دي اسمها ايه؟ آيات متشابهات لا يعلمها إلا الله،
نيجي عندها نقول ايه؟ الله اعلم بمراده. ده رأي جمهور السلف، رأي جمهور السلف. طيب قالوا ليه ما نزلش كله محكم؟ بعض ايه الناس يفترض سؤالا. طيب اذا كان المحكم هو الواضح، طب هل نزل كله واضحا؟ لا، يعني نزل على لغة العرب، فالعرب عندها المجاز والكناية والاستعارة، يبقى لابد من ايه؟ لابد من ايه؟ ان ينزل الكتاب كما قال الله: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. يبقى ينزل على كل اساليب العرب. ولذلك سيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، كان يقول: إذا أشكل عليكم شيء في القرآن فارجعوا إلى شعر العرب، فارجعوا إلى شعر العرب تفهمون القرآن. في آية غير واضحة في ذهنك، ترجع إلى شعر العرب تفهم الآية، لأنه نزل بلغتهم وخاطبهم بما يعرفون. لما يقول إيه؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. بالله عليك، هل الحوائط والأبواب والشبابيك والأرض تسأل؟ أسأل الحائط، أسألها أقول لها إيه؟ أنت حيط، إيه رأيك؟ ولا إيه مثلا؟ يبقى هنا اسمه مجاز الحذف، مجاز الحذف، أي واسأل أهل القرية، واسأل القرية. يبقى فيه هنا مجاز محذوف، كلمة محذوفة، أي واسأل أهل القرية، لأن القرية غير عاقلة، فكيف أسألها؟ لها لسان؟ لا. لها عقل؟ لا. يبقى لا تسأل. لكن العرب يعني ايه؟ تقول اسأل عني الدار، يعني اسأل عني أهل الدار. واسأل العير، طب الجمال تسأل؟ نقول له يا جمل أين صاحبك؟ طب هيجاوبك؟ طبعا لا. أي واسأل أهل العير التي كنا فيها، واسأل أهل العير. هذه معنى الكلام على لغة العرب. فك رقبة، يعني نقطع رقبة العبد ونجيبها، ولا فك الرقبة يعني عتق، عبر بالجزء وأراد الكل. فك رقبة يعني اشتري العبد واعتقه من العبودية إلى الحرية، لأن الجهلاء يقولوا القرآن ليس فيه مجاز. كيف؟ ما ليه ده؟ كيف يعني؟ تنكر شيئا نزل بلغة قوم يعرفون المجاز؟ هؤلاء القوم هم لا يعرفون إلا ما يتحدثون به، خاطبهم بما يعرفون، خاطبهم بما يعرفون. فيه 170 مسألة موجودة في كتب السنة في الصحيحين وغيرهما، بين نافع بن الأزرق زعيم الخوارج وبين عبد الله بن عباس، 170 مسألة. يقول له ايه؟ قال القرآن كذا وكذا، فهل ورد عند العرب في شعرهم؟ يقول له نعم. على سبيل المثال مثلا، القرآن قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كيف يشبه القرآن بمشبه به غير معروف؟
وهل رأت العرب رؤوس الشياطين؟ قال له لا. قال له هذا كقول امرئ القيس أيقتلني؟ الخصم يعني يقدر يجي يقتلني؟ أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ السيف أنا برقد بالسيف والسيف فباطي، يعني أنا ساعات أنام أخذ السيف كده فيه ينام معايا، يعني أنا بنام بالسيف وأقوم بيه. شوف إزاي؟ شوف الكلام؟ كناية عن إيه؟ عن إنه السيف ملازم، إنه شجاع، عشان أي واحد يدخل عليه يريد أن يقتله يقوم يقتله في الحال، مش لسه هيدور على السيف ومعاه على طول، يقدرش يجي عندي. أيقتلني والمشرفي مضجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال، معاه أسهم، السهم، السهم اللي بيصيدوا بيه في حاجة كده تشبه النبل، يحط فيها السهم ويسحبها كده لورا، السهم يطلع زي الرصاص، يقتل الرجل ويقتل الغزال ويقتل الحمار الوحشي ويقتل الوحش ويقتل الأسد، يعني زي الايه؟ زي الأعيرة النارية عندنا بالضبط. بعدين شبهها بأنياب الأغوال. ابن عباس بيقول لنافع ايه؟ وهل رأت العرب الغول؟ ولا في حاجة اسمها الغول، بس الغول ده زي ما بقول يعني صورة بشعة جدا. يقول له فلان وشه كالغول، فين الغول؟ لكن هي في مخيلتهم ان دي أسوأ صورة، أصعب صورة، صورة شديدة يعني. يسموه التشبيه الموهوم، التشبيه الوهمي. هم يتوهمون أن الغول أشد شيء في القبح والصور. عايز يقول له أنه إيه؟ الأسهم اللي أنا معايا معاه جبيرة فيها أسهم، الجبيرة دي الأسهم دي زي ناب الغول، ناب الغول كده. مفيش غول طبعا، الغول ده إيه؟ حاجة متوهمة عندهم، زيها رؤوس الشياطين. واحد يقول إيه؟ واحد جاي وجهه ورأسه كوجه الشيطان ورأس الشيطان. انت شفت حاجة؟ هي في الوهم والخيال انه أسوأ صورة هي صورة ايه؟ الشيطان. زي ما هم يعتقدوا انه أسوأ صورة مخيفة هي صورة الغول. يبقى هو اتفق القرآن مع شعر ايه؟ العرب. كل مسألة بهذه الطريقة في 170 مسألة. يبقى أي إشكال في القرآن يحل منين؟ من شعر العرب، لأنه نزل بلغتهم. لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة، من اللدد وهو شدة الخصومة، لأنهم كانوا يعني يجيدون الحوار والمجادلة، لكن القرآن غلبهم، عجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، ما قدروش. أقصر سورة إن أعطيناك الكوثر، سعد بدأوا يقولون مثلها أضحكوا العيال. أضحكوا العيال على أنفسهم. ها؟ ها؟ ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس. ارجعوا ليه؟ لشعر العرب. فالعرب أنزل الله القرآن بما كانوا يتخاطبون به. إلى الآن إحنا نتكلم بلغة العرب. لما واحد يقول إيه؟ أنا ما شفتش وشك لي 20 يوم، ويقصد وجهه ولا يقصد الكل، الذات كلها، لكن عبر بالجزء وأراد الكل.
لم أرى وجهك منذ 10 أيام. هو يقصد الوجه؟ والإنسان بيمشي بوجهه ولا إيه؟ بيطير كده في الهواء بوجهه؟ ولا يريد الذات؟ يريد الذات كلها. أيوه ده اسمه في الإيه؟ المجاز المرسل، يعبر بالجزء ويريد الكل. فالقرآن لم ينزل كله محكما، وإنما نزل متشابها، فيه المتشابه وفيه المحكم. ليه؟ على لغة العرب، لأجل أن يوافق لغة العرب، لأن دي سمة طبعا عامة في الكتب كلها التي أنزلها الله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. لما كان سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا داود، كل أنبياء بني إسرائيل بيتكلموا العربية؟ لا، بيتكلموا اللغة العبرية أو العبرانية. نزلت التوراة والإنجيل والزبور بلغتهم العبرية، ها؟ وهكذا. هنا القرآن قال وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. مبين يعني واضح، يقرؤونه يفهمونه. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه، انظر لما نزلت آخر آية في تحريم الربا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شاهد، فهل أنتم منتهون. سيدنا عمر لما بليغ وفاهم لغة العرب وهو منهم، قال انتهينا ربنا، لأن الاستفهام هنا فهل أنتم منتهون بمعنى الأمر، أي انتهوا تشربوش تاني، لا تشربون الخمر مرة أخرى، لأن ده آخر حكم، ده الطور الرابع ده في تدريج تحريم الخمر. فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. قال انتهينا ربنا، لكن أنت مش من العرب لما تيجي فهل أنتم منتهون. طب القرآن بيقول لي إيه يعني فهل أنتم منتهون، يعني هل ننتهي ولا ما ننتهيش؟ أنت بتعرفش، عشان أنت غير عربي ما تعرفش جواب الاستفهام. فهل أنتم منتهون، يعني نعم ننتهي ولا نقول لا مش هننتهي؟ هل هو ده مراد القرآن؟ لا، معناها انتهوا من شربكم الخمر. سيدنا عمر رد قال ايه؟ انتهينا ربنا، عشان فاهم الاسلوب العربي. فهل انتم منتهون، يعني انتهوا، قال خلاص انتهينا ربنا. وهكذا يعني انا بضرب مثل علشان الجهلاء اللي يقول لك ايه، مفيش حاجة اسمها مجاز في القرآن، مفيش مجاز، كيف يعني؟ طب يبقى متعارض اللي هي باللسان العربي المبين، لأن العرب عندهم مجاز وانت بتقول القرآن فيش مجاز، من كيف يعني؟ كيف يكون ذلك؟ يبقى انت بتنفي عن القرآن شيء موجود فيه، تنفي عن القرآن شيئا غير موجود فيه.
وفي أول سورة هود يقول وجعله كله محكما، في قوله في سورة هود أول آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بمعنى هنا الإحكام هناك بمعنى ليس فيه عيب، ليس فيه عيب يعوج اللسان. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على الحمد لله الذي أنزل الكتاب على لا لا الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده لا لا أول الكهف أول الكهف الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أي ولم يجعل فيه عوجا، يعني لم يجعل فيه شيئا يعوج به اللسان، وإنما تسهل القراءة فيه، تسهل القراءة فيه. لكن أنت حينما تتكلم بكلام بلغة غير لغتك هل لسانك يعني يكون مستقيما؟ طبعا لا. لو قلت لك أتكلم بالألمانية فهمت كم كلمة ألمانية تلاقي لسانك أنت إيه شوية عوج وشوية استقيم، ما تعرفش تنطق إيه الألمانية كما ينطقها الألمان. لكن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر؟ فهذه معنى ولم يجعل له عوجا قيما، أي مستقيما في, في, في اللغة، ليس فيه عجاج، لا يعوج، لا تعوج به الألسنة، لا تعوج به الألسنة، لأنه ميسر للنطق، ميسر للنطق به من الله، كما قال ابن عباس. ابن عباس قال إيه رضي الله عنه؟ قال لولا تيسير الله له ما أطاقت الألسن أن تتكلم به، لولا تيسير الله له ما أطاقت الألسن أن تتكلم به ولقد يسرنا القرآن للذكر هل بدليل إنه العيال الصغيرة تقرأ كالكبار. يعني في واحد اسمه مفرح طفل 3 سنين حفظ القرآن كله، هذا علامة التيسير. لو جبنا كتاب مثلا من الكتب العادية العيل يحفظ ولا جملة، ولا جملة فضلا عن صفحة يعني، لكن ده 520 صفحة الطفل 3 سنين حفظها، حفظ القرآن اسمه مفرح. لو كتبت من عجائب القرآن مفرح على اليوتيوب تلاقي العيل ده 3 سنين بيقرأ القرآن بالتجويد والأحكام. ويعني المحاور بتاعه يسأله ويجيب، وهو يجلس على الكرسي شوية ينزل يمشي ويركب على الكنبة يقرأ وينزل، ويعني تلاقيه عمال يجري الحركة ايه عنده فقط 4 لغات: الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، بلغته هو عنده لغة أردية، هو 4 لغات. بعدين ايه يسأل المحاور يقول لي احمد جاهز يا احمد للسؤال؟ يقول جاهز بصوت كده ايه كأنه عبيط يعني، يقول له مثلا آية الكرسي رقم كام في سورة البقرة؟ في الحال كمبيوتر يقول له رقم مثلا 175 في الحال،
احيانا يسالوا في رقم الايه، يقول له اقرا الايه 95 من سوره آل عمران، يروح قاريها في الحال. سبحان الله، يحفظ القران بترقيمه، ترقيم الايات. يساله مثلا ايه، مثلا ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، يقول له قبلها بعشره، يروح قاري بعدها بعشره، يقرا في الحال كان يعني المصحف امامه. تتعجب، يقول له طب قول معناها بالالمانيه، يروح مترجم معنى الايه. وطفل منغولي جسمه كبير كد العمود ده، ولكن سنه يعني العقل 4 سنين. في برنامج اسمه على الجوجل او معجزات القرآن، تتفرج على الإعجاز القرآني وعجائبه، عجائب القرآن. يعني أصغر واحد في الذين حفظوا القرآن في السلف الإمام الشافعي، كانت سنه 7 سنين، ده أصغر واحد. في عصرنا مفرح ده 3 سنين. أنا رأيت واحد من أرمنت من أسجنة بلد الشيخ عبد الباسط حفظ القرآن، اسمه الدكتور محمود مكي، محمود مكي ده حفظ القرآن سنه 5 سنين و4 شهور. ده رأيته، أنا قبلته. قدموا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، قدمه للشيخ فحام، الشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر، قال له هذا الطفل يحفظ القرآن كاملا. ومواليد 64، الله يرحمه توفي يعني. ختم القرآن سنه 5 سنين و4 شهور، سنة 69، كان شيخ الأزهر الشيخ الفحام. زار أرمنت، قدمه الشيخ عبد الباسط، قال له هذا طفل من بلدي يحفظ القرآن. قال له أنت أكثر من الإمام الشافعي؟ قال نعم، لأن الإمام الشافعي كان مبصرا وأنا كفيف. الولد كان يسمع الصفحة دي تقرأها له يمليها عليك في الحال، كان مسجل بالضبط. أنا رأيته وقبلته واختبرته، حاجة عجيبة. ولذلك يعني لم يطل عمره، مات يعني، مات بالعين، لأنه كان يحفظ القرآن بال 14 قراءة، ويحفظ كل متون العلم، كل متون العلم يحفظه. كان لا يعجز عن أي سؤال في أي علم، هو كفيل، هو يقرأ الشيء مرة واحدة بس لا يكرر. فكان من معجزات القرآن رحمه الله. ده مات من إيه؟ من 15 سنة إلى الآن، هو 60 سنة، ومات من 15 أو 20 سنة، يعني مات في 40، لم يكمل. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونقف عليه عند قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، لأنها تحتاج إلى كلام كثير. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا لا.